بداية روعة وأي روعة. الله 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 الله، وكأنه هذا هو ما راهن عليه سوزا المدرب البرازيلي للريال. الرهيب يبدأ رهيبا، الرهيب يبدأ قويا، الرهيب يبدأ بأول أهداف اللقاء ورأس المخضرم والخبرة سوريا وأول أهداف اللقاء للرهيب. يا سلام على تباتا، عملها ما بين خط الضلع، لم تخرج ابدا. يا ولد لعيب، يا ولد لعيب، حافظ على كورته كويس لمحمد جمعه تاني، جميله فرصه. الهدف الثاني، الهدف الثاني، ثنائي ثنائيه ثنائيه، مره براس سوريا ومره باقدام ريفاس. نعم ريفاس يسجل هدف صعب 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 على كل الحراس. هنا على قناه الكاس يبدع فريق الريان ويبدا بدايه، ويا لها من بداية روعة ما بعدها روعة. نعم سيناريو عظيم، سيناريو عظيم. يا سلام يا سلام يا سلام، ادي التصويبة، ادي تباتا ومحمد جمعة وضربة الرأس ريفاز على مرتين. استمرار التركيز لان لاعبي الوحدة لن يصمتوا، لن يسكتوا، سيحاولوا بل يسجلوا. نعم سجلوا، نعم سجلوا 2-1. رد سريع وفوري وقوي، رد سريع وفوري وقوي، بسرعة بسرعة عملوها ليوناردو، ليوناردو البرازيلي المدهش، البرازيلي المجهد، سجل 3 أهداف في البطولة، الآن يسجل 4 أهدافه، أقل من 7 دقائق و3 أهداف. أي مباراة، أي جنون، أي فنون، أي شخصية، أي ردة فعل، أي تحضير، أي مهارة، أي مراعاة. على طول إلى جينكو، تصويبة تاني، يا ولد يا ولد، ثلاثية 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 الرهيب، ثلاثية الرهيب بالثلاثة بالثلاثة مع الدقيقة 20. ريفاز يسجل 3 أهداف الرهيب وتاني أهدافه وهو 4 أهدافه في البطولة. الله 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 الله، لم يكن متسلل. نعم قط مفتوح، خلي بالك من تيجالي، وعدله ليوناردو، تيجالي تاني، خطير جدا خطير جدا. حاسب حاسب ترقصته الحلوة، بيعملها الهدف الثاني، الهدف الثاني. لعيب الولد لعيب الولد لعيب الولد لعيب الولد، بيعرف يعملها كويس قوي في الزحمة، بيتعامل وكأنه في الصحراء لوحده تماما. 3-2 3-2، رغم ان هم داخلين من العمق، ورغم ان العمق في 5 لاعبين، ومع ذلك قدر تيجالي وبعد كده ليوناردو من احراز الهدف. شوف الزحمه شوف الزحمه، شوف التحرك من غير كوره، شوف المهاره بقى. خطير هجوميا محمد جمعه، تيجالي احذروه احذروا هذا الخطير، هذا الخطير. اوف سايد اوف سايد يا رجل، بل هدف ثالث، بل هدف ثالث ليوناردو، بل هدف ثالث ليوناردو. عملوها بالمهاره، عملوها بالسرعه، عملوها بالجماعيه، ونجحوا في الاختراق وتسجيل هدف التعادل. عاد فريق الوحدة ليعادل النتيجة 3-3. برضو ليوناردو الرهيب، ليوناردو العجيب. هل في أوفسايد في اللعبة ولا لا؟ شكلها كان فيها أوفسايد. لا مش أوفسايد، لا. حافظوا على التعادل، ادي اسماعيل مطر يلعبها عالية فوق، والهدف الرابع، الهدف الرابع. هو برضو هو هو برضو هو البرازيلي السوبر هاتريك، البرازيلي سوبر هاتريك، 4 أهداف. نجح الوحدة في العودة وحول الخسارة إلى تعادل ثم انتصار، والفضل للبرازيلي ليوناردو. سوبر هاتريك يرفع رصيده للهدف رقم 7. مفيش تسلل أبدا، اللعبة الأولى براحته تماما.